وصلنا للصندوق اللي غيخصنا. دابا هذا هو الصندوق اللي غيخصنا وليو فيه السكينات ديال السكينات ديال سيزون 7. المهم ما نحلوهمش دابا، نشوفوا كما كتشوفوا عمار كاينين كاملين، كاين السيزون ديال سيزون 7 وكاين سيزون اخرى ما عرفتش امتى، وكاينين مكافئات اللي جداد غادي تحطهم يعني كارينا خاصين بالبويا باس اللي جديد. المهم حاولوا نزيدوا الصنادق الشباب 11 صندوق، هي هذيك الحساب ديامون اللي عندنا، نزيدوا 600. تخيل الجماعة دوك ندخل نشوف البويا باس جديد ونلقى بلي كاين فيها الباس السابع لداخل. بون كما تشوفون دوك الجماعة مبقاش بزاف، بقى دقيق تقريبا 20 ثانية ل 30 ثانية برك الجماعة ماشي يفتح لك بويا باس جديد. السلام عليكم اساطير. بخلي يعني حسبت شي واحد دخل حسابي. بداية جميلة، بداية اسطوري. اوكي يا جماعه كيما راكم شايفين البويا باس اون فاه بط في اللعبه. بون انا نتوقع اول يوتيوبر كاع حيشوفوه هاي الساعه يا جماعه، الساعه راهي 11 سواسوا يا جماعه، 11 سواسوا تما ندخل نشوف البويا باس الجديد، نشوفوا شويه شويه اذا كاين صح الفير باس السابع كاين داخل، بصح نشوفوا هذا في اخر فيديو اذا صح كاين في الصندوق هذاك. بون اولا يا جماعه نديروا الحصول على الكل، جبت الجولد وكاين سكين تاع فيكتور جماعه، والله سكين تاع فيكتور هذا في الشباب جماعه، والله سكين الله يبارك. هذا سكين طفله جماعه، اوكي سكين طيب جماعه الى 5 الى 4.5 من 10. عندك لوت بوكس هذا وعندك ثاني، شوفوا جماعه واش كاين، شوفوا عندك اتوقع هذه حقيبه او لوت بوكس على بالي، فقط لوت بوكس يا جماعة، بس شغل هذا تاع جيمنج ولا ما على باليش، يا باش يا جماعة فيها باس سادس، بويا باس سادس تاع جيمنج، تخيل، واو شغل فيها باس جيمنج، عندك طوموبيل هادي، عندك طوموبيل هادي ما عندهاش شغل الإيفكت هاكا، عندك يا جماعة ثاني، أوكي هذا سكين الشاب، هذا هو سكين الشاب، بينما مازال ما تفتحش تشوفوا كاع واش كاين فيه، مازال ما تفتحش، فيشتا هادي مليحة. دولو شويه لهنا كاين دي بانر هنايا باينه، هاديك لي بانر، بانر شنو هذا؟ هذا توكن وكاين تقدر سكين، عندك هذه قنبله اوكي حلو، هذا سكين فيكتور دائم. دوكا جماعة شوفوا اسكيو صح كاينه من هاي هبط البويا باس ولا هبط البويا باس السابع في هذا البويا باس. بسم الله بسم الله اوكي جماعة، هذيك ما كاش منها كاع في سيرفر مينا جماعة، هذيك جماعة الاعراض تاع بويا باس عادي جدا عادي جدا جماعة، تسمى جماعة هذيك الصورة هذيك اللي ما كاش كاع منها، يعني ما على باليش اذا في سيرفر واحد اخر ولا جليتش ولا والله ما على بالي يا جماعة. بون جيسبر جماعة عجبتكم الفيديو، اتوقع اول انا اول شخص شاف بويا باس جديد واستعرض بويا باس جديد. بون جماعة وصلنا لافات تاع الفيديو، ما تنساش فقط واحد اللايك واشتراك في القناة إذا كنت غير مشترك، فعل جرس التنبيهات باش يوصل لك كل جديد إن شاء الله، وتهلا في رواحكم، سلام.